المدد 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 يا رسول الله المدد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي خص بالفضيلة يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن المشايخ محمد يا ربي فرح والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد
على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ويرزقك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانع السالم عالم الكائن والباين والزائل والذاهب يسبه الآبل والفاعل والطال والغارب ويواحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعرضه الساكن ويسكن ببطنه الضارب. لا أظهر بديع كمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب. خلق مخا وعظما وعضدا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا ودما بنظم مؤتلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لا كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب. فأريده المطالب ولو رأيت القدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وسائب وخائف لنفسه وعاتب وابق من الذنوب إليها فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار بيول الغيائب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائف. لا سبحانه وتعالى من ملك أوجد دون نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلق آدم من الطين اللازق وعرض فقره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قيل وآدم دينه أعلى المراتب قيل هو نوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب قيل هو موسى قال موسى أبوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل من هذا الحبيب الكريم الذي ألبس سونة الوقار وتوجته بشجار المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب قال هو نبي استخرت منه أي ابن غالب يموت أبوه وأمه ويكله جده ثم عمه شقيق أبو غالب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يبعث من دهامة بين يدي القيامة في ظهره علامة تظله الغمامة تطيعه السحائب فجري الجبين لي الذوائب.